خلاص يا احلام، انا قعدت مع البنات وسمعت قصصهم. ايه ان شاء الله يا اختي، لو كان في نصيب نبقى نشغله. هو ايه ده اللي خلاص؟ فاخدع اوامرك يا ابلطوح. وصل البنات لحد باب الشقه وقفل الباب وراه. حاضر، اتفضل يا بنات. ما بقتش فهماك يا توح، ما البنات حلوين واحنا ما عندناش بنات اصلا، وبعدين ما انت عارفه شغلانتنا دايما بتحب التجديد. اول هم اسمي المعلمه توحه، تاني هم بقى ياسك اخواتك البنتين المصادين اللي انت جايباهم دول. واحده فيهم خارجه من قصه حب مع واد معفن زيها، ودماغها كلها مشغوله فيه، يعني اللي قعدت مع زبون يا اختي هتقعد تصح وتحكي له وتسد نفسه. الله عليك يا معلمه توحه، يسلم بقك. والبنت التانيه ضربه كيمياء وصراصير، يعني جبله ما عندهاش احساس ولا مشاعر، واحنا يا اختي شغلانتنا دي كلها احاسيس ومشاعر. سيدي يا سيدي على الاحساس. طب والله تستاهلي لقب معلمه. لا معلمه ايه، ده انت ست المعلمين، ست ستات معلمين المنطقه كلها. قولي يا بنت كمان قولي. حبيبتي يا معلمه، ايه القشطه دي؟ يا لهوي على القمر. بخري وخمسي يا بنت، بخري وخمسي. خمسه وخميسه، خمسه وخميسه في عين اللي يشوفك ولا يصليش على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. اسمعي يا بنت، انا مبسوطه بيكي قوي، انا هرقيكي في الشقه اللي احنا فيها دي. بجد يا ابله؟ هتخليني ايه؟ هخليكي مساعد طباخ وما اكلش الا من ايدك. حبيبتي يا ابله، اي حاجه منك حلوه. منوره.